بسم الله الرحمن الرحيم. معكم أستاذ أحمد عقرباء، مدرس مادة الكيمياء من مدارس جامعة الزرقاء. إن شاء الله اليوم راح نبدأ بالكيمياء العضوية الصف الأول ثانوي. في البداية إحنا لما نيجي نحكي كيمياء عضوية يعني إحنا راح ندرس عنصر الكربون. عنصر الكربون هو عنصر رمزه سي، موجود في الدورة الثانية المجموعة الرابعة في الجدول الدوري، والعدد الذري لهذا العنصر 6. بالتالي حيكون توزيع إلكتروني 2 × 4، يعني المدار الأخير بيحتوي على 4 إلكترونات. فبالتالي الكربون عشان يوصل لحالة الاستقرار لازم يعمل عندي 4 روابط. ممكن تكون 4 روابط هاي جميعها أحادية، ممكن تكون رابطة ثنائية مع رابطتين أحاديات، أو رابطة ثلاثية مع رابطة أحادية. بالتالي الكربون راح يعمل عندي بالمجموع 4 روابط. طيب راح نقسم او نبلش بالفصل الاول معنا اللي هو المركبات الهيدروكربونيه. المركبات الهيدروكربونيه هي عباره عن مركبات تتكون فقط من كربون وهيدروجين. راح نقسمها لقسمين، اليفاتيه واروماتيه. المركبات الاليفاتيه هي اللي بتهمنا هون مبدئيا في بدايه الفصل. برضه راح نقسمها لقسمين، مركبات هيدروكربونيه مشبعه ومركبات هيدروكربونيه غير مشبعه. المشبعه عندنا زي الالكانات، اما الغير مشبعه زي الالكينات والالكينات. طيب خلينا نبلش برقم 1 معنا اللي هو الالكانات. الالكانات هي عبارة عن مركبات. رقم 1 الالكانات، مركبات هيدرو كربونية مشبعة، هي عبارة عن مركبات هيدروكربونية مشبعة تتكون من الكربون والهيدروجين. الصيغة العامة لهاي المركبات أو الألكانات هي عبارة عن CnH2n+2. فبالتالي أي مركب تنطبق عليه هاي الصيغة بنسميه ألكان. الروابط فيها بتكون كلها مشبعة أو روابط أحادية من نوع سيجما. طيب خلينا نشوف الصيغة العامة اللي عندنا، هي عبارة عن CnH2n+2. حكينا أي مركب راح تنطبق عليه هاي الصيغة راح نسميه ألكان. أخذنا بالصف العاشر الألكانات والألكينات والألكينات. خلينا نراجع بشكل سريع. لو كان عندي عدد ذرات الكربون، مركب هيدروكربوني في عدد ذرات الكربون 1، حيكون C1H2+1+2+2+4، راح يكون CH4. CH4 بنسميه الميثان. الميثان هو ابسط الكان. طيب لو كان عندي ذرتين كربون في المركب، C2H2+2+4+2+6، راح تكون الصيغه تبعت المركب C2H6. لو كان 3 راح تكون C3H8. طيب أكمل. عندنا صفحة 206، في عندي بصفحة 206 جدول ببين لهاي الألكانات. مطلوب مني أول 10 ألكانات. لازم أعرف اسم الألكان والصيغة الجزيئية لهذا الألكان والصيغة البنائية والمختصرة، البنائية المختصرة. لازم أعرف إنه الميثان هو ألكان بتكون من ذرة كربون 1، الإيثان 2، بروبان 3 إلى آخره. اللي عند الديكان اللي هو بيتكون من 10 ذرات كربون. في معنى سؤال بيحكي لنا، السؤال سؤال صفحة 207، أرسم الصيغة بنائية مختصرة لكل ألكان مما يأتي. أعطاني ألكان بتكون من 3 ذرات كربون، بدي أكتب لهذا الألكان الصيغة البنائية المختصرة. طيب الموضوع سهل جدا. ذرة الكربون الأولى هي ذرة عاملة رابطة مع كربون من جهة اليمين، وعاملة 3 روابط مع الهيدروجين. فبالتالي راح تكون CH3 مع كم رابط؟ الكربون بالنص عاملة رابطتين، 4 روابط مع كربون من اليمين وكربون من اليسار وتنتين هيدروجين. CH2 كربون على الطرف برضو CH3، حواليها 3 ذرات كربون. لو أخذنا مثلا
تكون الصيغة البنائية CH3. المركب هذا إيش اسمه؟ اسمه إيثان، والمركب اللي هون هو مركب تكون من ثلاث ذرات كربون فبنسميه بروبان. نروح لموضوع الأهم اللي هو معنى اللي هو تسمية الألكانات. راح نسمي الألكانات بناء على عدة قواعد أو عدة شروط. الشرط الأول إني أحدد السلسلة الأطول، نحدد السلسلة الأطول. شو يعني السلسلة الأطول؟ السلسلة اللي بتحتوي عدد أكبر من ذرات الكربون. الشرط الثاني بس أحدد السلسلة الأطول، برقم ذرات الكربون، نرقم ذرات الكربون بحيث أن تفرع يأخذ الرقم الأقل، برقم ذرات الكربون بحيث أن التفرع يأخذ الرقم الأقل. الشرط رقم ثلاث، الشرط رقم ثلاث تسمية الفروع، تسمية الفروع. الفروع راح أسميها بمجموعة الألكل. هنا رقم ثلاث نكمل، نسمي الفروع بمجموعة الألكل. مجموعة الألكل هي مجموعة مشتقة من الألكانات. الصيغة العامة لهذه المجموعة هي عبارة عن CnH2n زائد واحد. يعني أنا لو عندي المركب التفرع في ذرة كربون واحدة كيف راح يكون شكله؟ C1H2 زائد واحد ثلاث. CH3 شو بسميه؟ راح أسميه ميثيل. طيب في لو كان عندي تفرع في ذرتين كربون كيف يعني؟ يعني حسب الصيغة C2H2 ضرب 2 4 زائد 1 5، يعني H5، ممكن راح أسميه إيثيل. راح أسميه إيثيل. ممكن إني أكتب C2H5 زي هيك، CH2CH3. طب لو كان في عندي ثلاث ذرات كربون نفس الصيغة C3H7، راح أسميه بروبيل. أنا لو كان عندي، لو كنت عم بحكي عن الألكانات اللي الصيغة العامة له CnH2n زائد 2، كان راح يطلع H8 كنت أسميه بروبان. حكينا إنه لو كانت نحكي على الصيغة العامة تبعت الألكان CnH2n زائد 2، نعرف النقطة هاي. على فرض إنه أنا عندي هون ثلاث ذرات كربون، الثلاث ذرات كربون اللي عندي بدي أحلهم هنا على الصيغة C3H8 راح يكون مركب، راح أسميه بروب بان. البروب هاي معناها رقم ثلاث، معناها إنه أنا المركب اللي عندي بيحتوي على ثلاث ذرات كربون. طيب الألف والنون هاي بتدلني إنه أنا عندي ألكان، فبسميه برو بان C3H8 اسمه برو بان. طيب لما يصير بمجموعة الألكل اللي الصيغة العامة إلها CnH2n زائد واحد، حتكون صيغته C3H7. طب هو ثلاث ذرات كربون، ثلاث يعني بروب صح؟ طب مجموعة الألكل إيش المقطع اللي بضيفه؟ بضيف المقطع ياء لام، بصير اسمه بروبيل. وهذا الإشي بنطبق على باقي المركبات. طيب نأخذ أول مثال معنا على التسمية، مثال صفحة 208 كالآتي. عندي CH3 CH2 CH2 CH CH3، وهون عندي تفرع CH3. بدنا نطبق كل القواعد اللي معنا. أول قاعدة كانت معنا كالآتي، إنه أنا أختار السلسلة الأطول. شو يعني السلسلة الأطول؟ يعني السلسلة اللي فيها عدد ذرات كربون أكثر. هاي السلسلة فيها ذرة، هاي ثنتين، هاي ثلاث، هاي أربعة، هاي خمسة. رقمت هيك طلع معي خمس ذرات كربون. طيب لو بلشت من هون 1 2 3 4 5، برضو خمس ذرات كربون. خلينا نأخذ السلسلة المستقيمة. الشرط الثاني كان عندي إني أنا أعطي التفرع، التفرع اللي هو CH3 جاي فرع هاي السلسلة، وهذا فرع من السلسلة. طيب
اني اعطي التفرع اقل رقم. لو بلشت ترقيم من اليمين لليسار راح يكون واحد، راح يكون رقم المجموع عندي اثنين، او رقم التفرع اثنين. طب لو بلشت من هون راح يكون رقمها اربعة. احنا اتفقنا اني اعطيه اقل رقم، اثنين اقل من اربعة، راح اعطيه رقم اثنين. يعني راح ابلش ترقيم او ابلش حل من اليمين لليسار. بالتالي اول اشي بسمي الفرع. ايش هو الفرع عندي؟ ميثيل. طب الميثيل على اي درجة كربون جاي؟ جاي على درجة الكربون رقم اثنين، فباجي بحكي اثنين شحطة ميثيل، هاي اسم الفرع. في تفرع ثاني؟ ما فيني تفرع ثاني. هسا بسمي السلسلة. السلسلة اخترتها اللي هي هاي كاملة من يمين لليسار. هي عبارة عن سلسلة بتحتوي على خمس ذرات كربون. المركب اللي بالالكانات اللي اسمه اللي بيحتوي على خمس ذرات شو كربون، شو اسمه؟ اسمه برو بان. فاسم المركب يطلع عندي اثنين ميثيل بروبان. نشوف مثال ثاني نثبت الفكرة. عندنا مركب CH3 CH CH2 CH CH2، وهون عندي CH3، هون عندي تفرع CH2 CH3، وهون عندي تفرع CH3. لاحظ انه انا عندي تفرعين، هاي تفرع وهي تفرع. CH2 CH3 حكينا بس يكون تفرع ايش بنسميه؟ بنسميه E ميثيل. والCH3 شو بنسميه؟ ميثيل. طيب نبلش بالخطوات. اول خطوة كانت اني اختار السلسلة الاطول. وين السلسلة الاطول؟ 1 2 3 4 5 6 ذرات كربون. طيب لو حكينا 1 2 3 4 5، هاي فيها 5، بدي اطول سلسلة. لو بلشت كم مرة؟ 1 2 3 4 5 6، اخذت هاي 6 ذرات كربون. يعني اكبر عدد ممكن اني اعده مع ذرات الكربون هو 6. فخلينا نختار السلسلة اللي بشكل مستقيم تحتوي على 6 ذرات كربون. اخترت السلسلة الأطول. هسا بدي أرقم بحيث التفرعات هاي تأخذ أقل أرقام. خلينا نبلش ترقيم من هون. رقم 1 2 3، هاي 4، هاي 5، هاي 6. هنا الميثيل ذرة الكربون رقم 2، وهون الإيثيل ذرة الكربون رقم 4. طيب نبلش نسمي. حكينا راح نسمي الفروع. طيب انا هون عندي تفرعين، مين راح ابلش فيه اول؟ راح ابلش حسب الحروف الابجديه. يعني انا هون الميثيل بتبلش بحرف الميم، وهاي بتبلش بحرف الالف. بالحروف مين اول؟ حتكون الايثيل. عذره الكربون رقم 4 عندي ايثيل، 4 شحطه ايثيل. شو عندي كمان تفرع ثاني؟ رقم 2 عندي ميثيل. سميت الإيثيل والميثيل. هسا راح أسمي السلسلة الرئيسية. سلسلة بتتكون من 6 ذرات كربون، إيش اسمها؟ هيك سام. 4 إيثيل 2 ميثيل هيك سام. طيب نشوف كمان مثال. هنا CH3 CH CH2 CH CH3، عندي تفرع هون CH3، وعندي تفرع هون CH2 CH3. على نفس الخطوات السابقة راح أختار أطول سلسلة، اللي هي السلسلة بتحتوي عدد أكبر من ذرات الكربون. 1 2 3، هي 4، هي 5 ذرات. طيب هيك عندي 5. طب لو بلشت هيك 1 2 3 4، ونزلت لتحت 5 6، حتكون هاي هي السلسلة الأطول. يعني ما أختار هاي السلسلة اللي بتحتوي عدد أكبر من ذرات الكربون، حتكون هاي السلسلة تبعتي. إيش التفرعات اللي عندي؟ عندي CH3 هون، وعندي CH3 هون. طيب راح أبلش ترقيم بحيث إنه الفروع هاي تأخذ أقل أرقام. يعني أنا لو بلشت ترقيم من هون، هاي 1، هاي 2، هاي 3، هاي 4، وهاي 5، وهاي 6. كانت التفرع عندي تفرع رقم عذرة الكربون رقم 2، وعندي تفرع عذرة الكربون رقم 4. فراح يكون اسم المركب، راح اسمي الفروع. عندي 2.4 ثنائي ايش؟ ميثيل هيكسان.
ليش 2.4؟ لانه انا عن نفس التفرع عندي هون CH3 وهون CH3. عندي على رقم 2 ميثيل وعلى رقم 4 ميثيل، فبحكي 2.4 ثنائي ميثيل. ميثيل ايش؟ ايش اسم السلسله اللي اخترتها؟ هي سلسله مكونه من 6 ذرات كربون، فبسميها هيكسا. طيب نشوف كمان مثال. لو انا عندي هذا المركب، عندي CH3 CH2 CH2 CH CH3، وهون عندي زي هيك CH2 CH2 CH3. عندي هاي المركبات. طيب لو كان عندي المركب زي ما حكينا، راح اختار اقل او السلسلة اللي فيها عدد اكبر من ذرات الكربون. لو بلشت من هون 1 2 3 4 5، طيب بلاقي انه في سلسلة ثانية اطول، هي 1 2 3 4 5 6 7 ذرات كربون تحته، فبالتالي راح اخذ هاي السلسلة. طيب ايش التفرع صف عندي اللي برا السلسلة؟ التفرع هو اللي برا السلسلة، اللي برا السلسلة عندي هو CH3. راح ابلش ارقم بحيث اني اعطيه اقل تفرع او اقل رقم، هي هون راح يكون رقم 4 5 6 و7، ولو بلشت عد من هون برضه راح ياخذ رقم 4. فراح اسمي المركب، اول شيء بسمي التفرع حيكون 4، رقم 4 ذرة الكربون، رقم 4 شو عندي؟ ميثيل. 4 ميثيل ايش؟ شو اسم السلسله اللي اخترتها؟ هي سلسله مكونه من 7 ذرات كربون اسمها هيب، هيبتام. طيب لو كان عندي المركب هذا هو CH3 CH CH2 C CH3 CH3 CH3، وهون عندي CH3. عند المركب هذا بدي أعطيه اسم، 1 2 3 4 5، عندي 5 هون. طب لو بلشت هيك 1 2 3 4 ولا تحت، حيكون 5 1 2 3 4 5 برضه. فبفضل اني اختار السلسله بشكل مستقيم، هاي هي السلسله تبعتي. طيب ايش التفرعات؟ CH3 CH3 CH3. بدي اسمي المركب راح اسمي التفرعات، بس قبل هيك لازم اعطيها اقل رقمين. لو بلشت من هون هي رقم 1 هي 2 هي 3 هي 4 هي 5، 5 ذرات كربون. بالتالي راح يكون اسم المركب راح رقم 2 ذرة الكربون، رقم 2 كم تفرع عليها؟ 2، فبحكي 2.2 شحطة. ايش عندي على 2.2؟ ميثيل. طب بلاحظ انه هون كمان في ميثيل، ف 2.2 فاصلة ذرة الكربون رقم 4 عندي كمان ميثيل، فبحكي 2.2.4 ثلاثي ميثيل، انه عندي ثلاثي ميثيل، ثلاثي ميثيل. ثلاثي ميثيل ايش؟ بن تام. كمان مره عذرت الكربون رقم 2 بلاحظ انه عندي تفرعين، فبحكي 2.2. طيب في كمان تفرع بيشبههم، هو ميثيل على ذره الكربون رقم 4، 2.2.4 ثلاثي ميثيل. طيب هسه هيك اخذنا احنا فيما لو كان عندي اعطاني السلسله وحكى لي سميها. خلينا نشوف العكس، كيف العكس؟ يعني انه هو يعطيني اسم هاي السلسله وانا اعطيها شكل، او انا اعطيها اكتب الصيغه البنائيه تبعتها. اول مثال معنا هو 2.2.4 شحطه ثلاثي ميثيل هيكسان، 2.2.4 ثلاثي ميثيل هيكسان. انا بعرف انه الهيكسان هو مركب بيتكون من 6 1 2 3 4 5، هاي السادسه، من 6 ذرات كربون. بكتب 6 ذرات كربون على رقم 2 على رقم 2 عندي تفرعين. كيف عرفت انه عندي تفرعين؟ لانه رقم 2 كرر مرتين، هاي رقم 2 عليه تفرعين، رقم 4 عليه تفرع، هاي 3 هاي 4 عندي تفرع. ثلاثي ميثيل ايش هو الميثيل؟ سميناه احنا هو CH3 CH3 وهون CH3. حطيت ذرات الكربون، حطيت الفروع، ببلش عبي الهيدروجين. هاي الذرة ذرة الكربون هاي عاملة رابطة واحدة، فبيضل لها ثلاث ذرات هيدروجين. هاي عاملة رابطتين، بيضل ثنتين هيدروجين. هاي عاملة ثلاث رابط، 1 2 3، فبيضل ذرة هيدروجين. هاي عاملة رابطتين يمين ويسار، بيضل ثنتين. وهاي الكربون اللي هون عاملة أربع روابط، 1 2 3، هاي أربعة،
فما في هيدروجين هون، الطرفية عليها CH3 راح تكون. طيب نشوف كمان مثال، لو كان عندي 3.5 شحطة ثنائي إيثيل رقم 4 ميثيل هيبتان، نفس الفكرة، أنا بعرف إنه الهيبتان هو مركب يتكون من 7 ذرات كربون، هي واحدة هي ثنتين هي ثلاثة هي أربعة خمسة ستة هي سبعة، تمام؟ طيب رقم 3 و5 هي رقم 3 هي 4 هي 5، عندي تفرع، ايش هو التفرع اللي عندي؟ ايثيل ثنائي ايثيل، يعني هون انا عندي ايثيل CH2CH3 او ممكن تكتب C2H5، وهون عندي CH2CH3، ورقم 4 عندي ميثيل، هي رقم 4 هي ميثيل، سميت التفرعات حطيت التفرعات عفوا، ببلش اعبي هيدروجين، هاي H3 هاي H2 هاي عامله ثلاث روابط فبضل لها H، هاي عامله ثلاث روابط برضه ضل H، وهاي عامله ثلاث روابط ضل هون H كمان، وهون CH2 وهون H3. طيب نروح لموضوع ثاني، احنا حكينا في البدايه انه انا راح اقسم، قسمنا المركبات الهيدروكربونيه مشبعه وغير مشبعه، المشبعه كانت مثال عليها الالكانات، والغير مشبعه حيكون عليها مثال الكينات والالكاينات. طيب حكينا انه ممكن الاقي هاي المركبات على شكل سلاسل مفتوحة زي ما شفنا وسلاسل مغلقة. كيف يعني سلاسل مغلقة؟ مثال لو انا عندي هنا CH2 وهنا CH2 CH2، هاي بسميها سلسلة مغلقة. سلسلة مغلقة بتتكون من ثلاث ذرات كربون. طيب احنا الالكان اللي بتكون من ثلاث ذرات كربون شو بنسميه؟ بنسميه بروبان، صح؟ هاي بروبان. طيب بما انه على شكل سلسله مغلقه بسميه بروبان حلقي، ممكن اعطيك شكله زي هيك واحكي لك سمي لي هذا المركب. طيب بحيث انه كل زاويه بتمثل ذره كربون، المثلث فيه ثلاث زوايا يعني ثلاث ذرات كربون، مركب يحتوي على ثلاث ذرات كربون اسمه بروبان. طيب لو كنا زي هيك CH2 هاي هيك تكون هون السي هون H2 على شكل مربع، سلسلة مغلقة على شكل مربع تحتوي أربع ذرات كربون، شو راح أسميها؟ راح أسميها بيوتان حلقي، راح أسميها بيوتان حلقي. ممكن أعطيك شكلها يكون زي هيك، كل زاوية بتمثل ذرة كربون، أربع ذرات كربون يعني إيش؟ بيوتان حلقي. طيب ممكن كمان يكون الشكل اللي عندي زي هيك، حكيت لك سمي لي هذا مركب، طلع الشكل اللي عندي. خليني اعد بس الرؤوس او الزوايا عفوا، هاي واحد هاي اثنين هاي ثلاث هاي اربعة هاي خمسة، المركب بيتكون عندي من خمس ذرات كربون شو بسميه انا؟ بنتان. طب بما انه على شكل مغلق شو بسميه؟ بنتان حلقي. طيب ننتقل لموضوع ثاني اللي هو الالكينات. الالكينات هي مركبات هيدروكربونيه غير مشبعه. ليش غير مشبعه؟ هسه راح نشوف. طبعا رح تعرف انه الالكينات هي كمان مشتقه من وين؟ من الالكانات. طيب باجي بحكي الالكينات، هي رقم 2 الالكينات مركبات هيدرو كربونية غير مشبعة، تحتوي على رابطة ثنائية بين ذرتين كربون متجاورتين. هاي الرابطة الثنائية شكلها، واحدة من هاي الرابط راح تكون سيجما والثانية راح تكون باي. طيب
كمان مرة تعريف الكينات هي مركبات هيدروكربونية غير مشبعة تحتوي على رابطة ثنائية بين ذرتين كربون متجاورتين. الصيغة العامة لهذه الألكينات هي CnH2n زائد Cn عفوا H2n. الصيغة العامة لهذه الألكينات هي CnH2n، بحيث أنه بيكون عدد ذرات الهيدروجين ضعف عدد ذرات الكربون، يعني C3 راح تكون H6، C4 2 ضرب 4 كم راح تكون 8، وهكذا. اي مركب تنطبق عليها الصيغه بسميه الكين، بسمي الالكينات باضافه المقطع ياء نون. مثال، لو كان انا عندي مركب بيحتوي خمس ذرات كربون، خمس ذرات كربون يعني سي 5 اتش 10. طيب حكينا انه الخمسه يعني بنت تمام. طيب لو كانت سي البنت هاي بتدلني انه انا عندي خمس ذرات كربون. طيب انا عندي الكين سي 5 اتش 10 الكين، بضيف المقطع ياء نون بصير بنتين. طيب نوضح اكثر، نرجع نعيد نفس المثال على الالكانات. الالكانات حكينا الصيغه العامه هي سي ان اتش 2 ان زائد 2 تمام. طيب لو كان انا عندي مركب يحتوي ثلاث ذرات كربون هيكون C3H6 زائد 2 8. طيب اتفقنا ان المركب هذا اسمه بروبان. طيب بروب يعني رقم 3، الالف والنون اضافتها بتحكي انه انا عندي بروبان. طيب لو بدي اعمله الكين برضو على نفس النمط، ثلاث ذرات كربون الكين، الصيغه العامه للالكين هي CnH2n 2n. طيب حتكون C3H6 تمام. بروب الالكين حكينا بنسميه كيف، بضيف المقطع ياء نون برو بين، وهكذا. نروح على تسميه الالكينات. طبعا نعرف ملاحظه انه انا ابسط مركب عندي في الكينات هو الإيثين سي دبل بوند ليش هذا أبسط مركب؟ ليش الإيثين أبسط مركب؟ لأنه حسب تعريف الألكينات لازم تحتوي على رابطة ثنائية بين ذرتين كربون متجاورتين، يعني ما بقدر أحكي ميثين. ليش ما بقدر أحكي ميثين؟ لأنه الميثان هو أو الميثين راح يكون في ذرة كربون واحدة، ميثان في ذرة كربون واحدة. إحنا حسب التعريف اللي عنا انه الالكينات لازم يكون في رابطه ثنائيه بين ذرتين كربون متجاورات، فابسط مركب عندنا للالكينات هو الايثين. طيب نشوف امثله على هذا الموضوع. اول مثال معنا راح يكون هو سي اتش 3 سي اتش سي اتش 2 سي اتش سي اتش 2، وهون عندي تفرع CH3. زي ما تعلمنا راح أحدد أطول سلسلة، أطول سلسلة 1 2 3 4 5. طيب 1 2 3 4 5، بلاحظ أنه على الجهتين عندي 5. خليني أخذ السلسلة بشكل مستقيم، أخذت هاي السلسلة أنا، اللي خارج عن السلسلة بسميه تفرع، هذا تفرع اسمه. طيب بدي أبلش أرقم، أنا قبل شوي أنا كنت أبلش أرقم بحيث أني أعطي التفرع أقل رقم، هون راح أبلش أرقم بحيث أني أعطي الرابطة الثنائية أقل رقم. هنا واحد اثنين ثلاث هي أربعة هي خمسة. الرابطة الثنائية لما بلشت من اليمين اليسار أخذت رقم اثنين. طب لو بلشت من هون واحد اثنين ثلاث أربعة هي خمسة، راح تأخذ رقم أربعة. أنا بدي إياها تأخذ أقل رقم اللي هو رقم اثنين تمام. أعطينا السلسلة أو الرابطة الثنائية رقم اثنين، هون عفوا CH2 والرابطة الثنائية على رقم واحد. نعيد المثال، الرابطة الثنائية عفوا على رقم واحد. نبلش عندي، راح أبلش تسمية بالتفرع زي ما تعلمنا CH3. CH3 على ذرة الكربون رقم كم؟ أربعة. باجي بكتب أربعة، إيش التفرع اللي عندي أو إيش التفرع اسمه؟ اسمه ميثيل.
4-ميثيل. طب شو اسم المركب اللي عندي؟ هو مركب يحتوي على رابطة ثنائية، 1 2 3 4 5، 5 يعني بنت، في رابطة ثنائية يعني بنتين، 4-ميثيل على رقم 1 عندي بنتين، 4-ميثيل 1 بنتين، بحط انه انا عندي ذرة الكربون اللي فيها الرابطة الثنائية 1 بنتين، 4-ميثيل 1 بنتين. شوف كمان مثال، عندي المركب الآتي CH3 CH2 CH، رابطة ثنائية CH C، هون CH3 وهنا CH3 وهنا CH3، بدي اختار اطول سلسلة، 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6، على كل الجهات 6 باخذ السلسلة المستقيمة. طيب ببلش ارقم بحيث اني اعطي ذرة الكربون او الرابطة الثنائية هاي عفوا اقل رقم، بلش ترقيم 1 2 3، هاي 4 هاي 5 هاي 6، هون اخذت رقم 3. طب لو بلشت من هون 1 2 3 4 5 6، برضو هون بلشت الرابطة الثنائية من رقم 3. خلينا امشي من اليمين لليسار. طيب لما نمشي من اليمين لليسار راح يكون عندي، نبلش تسمية بايش؟ بالفروع. الفروع عندي على رقم 2. طيب كم فرع عندي على رقم 2؟ عندي فرعين، فبحكي 2.2 شحطة ثنائي ثنائي ميثيل. خلصت تسمية الفروع، ماذا الفروع؟ هسا راح اسمي السلسلة. السلسلة بتتكون من 6 ذرات كربون تحتوي على رابطة ثنائية. 6 ذرات كربون يعني هيكس، هيكس يعني رقم 6. طيب رابطة ثنائية يعني هيكسين. طب وين الهيكسين؟ على رقم ايش؟ 3. 2.2 ثنائي ميثيل 3 هيكسين. هسا خلينا كمان نشوف هنا العكس. لو حكالي هو أعطاني اسم المركب 3.4 ثلاثي ميثيل 1 هيكسين، رقم 1 هيكسين، بدي أرسم هذا المركب. كيف راح أرسم المركب؟ الهيكسين أو الهيكسين نيجي نحكي هو 6 ذرات كربون، هي 1 هي 2 3 4 5 6، تمام. 3 عندي تفرع، هي 1 هي 2 هي 3، هون تفرع هون تفرع، وعلى رقم 4 عندي تفرع كمان، تمام. طيب إيش التفرع اللي عندي؟ ثلاثي ميثيل، يعني في CH3 هون وفي CH3 هون وفي CH3 هون. طيب بطلع في عندي هيكسين يعني الكين، وين؟ رقم 1، هاي ذرة الكربون رقم 1، باجي بحط عندها دبل بوند أو رابطة ثنائية. بعد هيك ببلش أوزع بذرات الهيدروجين. هاي الرابطة الطرفية عاملة رابطة ثنائية، يعني كم اتش بضل؟ بضل 2. هاي الرابطة أو الكربون هاي عاملة 4 روابط، هاي 2 هون هاي 3، راح يضل لها اتش عاملة 3 روابط، راح يضل لها اتش، هاي عاملة 4 روابط، 1 2 3 4، فبيضلش اتش عندها. هاي السي سي اتش 3، وهون الرابطة هاي 2 وهي 3، يعني بضل اتش 1، وهنا اتش 2 وهون اتش 3. طيب نروح لرقم 3. رقم 3 هي الالكاينات، رقم 3 الالكاينات هي مركبات هيدروكربونية غير مشبعة تحتوي رابطة ثلاثية بين ذرتين كربون متجاورتين. الصيغة العامة لهاي الالكاينات CnH2n. طيب أبسط مركب عندنا في الالكاينات هو الإيثاين. بتم تسمية الالكاين
بإضافة المقطع I. يعني بصير عندي بروباين هيكساين بنتاين ديكاين نوناين، بضيف المقطع I على آخرها. طيب هتكون الروابط، هيكون الروابط عندي رابطتين، مش هم رابطة ثلاثية، هيكون رابطتين من النوع سيجما ورابطة واحدة من النوع باي. خلينا نشوف تسمية الألكينات. الألكينات طبعا تشبه تسميتها إيش؟ الألكينات. طيب عندي هذا المركب CH3 CH2 CH2، هاي C هون في رابطة، هون C كمان في رابطة ثلاثية مش واضحة هيك، CH3 CH2 CH2 C، واحد اثنين ثلاث، هاي C H، هون C H 3 هاي C H 3. بدي أسمي هذا المركب، هون ثلاث بدي أسمي هذا المركب. المركب زي ما حكينا الخطوات، أول خطوة اختار سلسلة أطول، هي السلسلة الأطول واضحة، 1 2 3 4 5 6. الرقم اللي راح أعطيه للذرة أو للرابطة الثلاثية، للرابطة الثلاثية هاي هو أقل رقم 2، هي 3 هي 4 هي 5 هي 6. أخذت رقم 2، راح أبلش تسمية، حكينا أول شيء بنسمي الفروع. رقم 3 عندي تفرعين، باجي بحكي 3.3 شحطة ثنائي ميثيل، 3.3 ثنائي ميثيل. اسم المركب اللي عندي هو مركب بيحتوي 6 ذرات كربون في رابطة ثلاثية، بحكي هيكساين. هيكساين على أي رقم؟ على رقم 1 هيكساين. طيب الصيغة العامة لهاي الألكينات هي CnH2n-2. أي مركب تنطبق عليه الصيغة هاي بسميه ألكين. كيف يعني؟ أو أنا عندي مركب بيحتوي على 5 ذرات كربون، هيكون C5H2 ضرب 5 10 ناقص 2 8. لهون بنكون خلصنا التسمية للمركبات الهيدروكربونية، ويعطيكم العافية.